إبراهيم. نعم. أفضل واحد القطة ديال النعناع. السلام عليكم. عليكم السلام. فين جات واحد الفيرما كيقولوا لها الفيرما ديال ساسا؟ ساسا غادي تمشي كود حتى البيراج الاولاني، راه هي اللي كاينه على يديك اليمين. شكرا. سي فريمون با باش تقتنعي خاصك تبداي تحضري معنا الاجتماعات، وانا غادي نعرفك بكاع الاعضاء ديال المنظمه. انا متيقن ملي غتعرفي الافكار والمبادئ اللي كندافعوا عليها انت اللي غادي تطلبي تنضمي لينا. بوليس بصح حوايج كنت قاعد معنا. يلا مرتي هادي نوريك الكاغيط. انت اللي عندنا بك الغرض وراك عارف راسك شنو داير. غتلبس حوايج قلت زيد قدامي دابا. يلا شد عندك. ها شدو. شكون؟ حل الباب خوك راه كيموت. تكلم شنو ولدك دقيقة ما كاينش ما بعيدش هنا. ايه راه عارف شنو راه كاين الفوق. تلقوا منه انا غادي نمشي معاكم. تحيا ودي تحيا ودي تحيا ودي. سادس بوحدي اللي من التعفنتني كنت حشم. الله يعلي فيه ما يخدم من بعد هذا العشية اللي دوزت. الناس الناس كيسمعوا. فضحتي هنا. الله ما كره تكون شركة عندي مع النهار. ايوه واش كتصحاب راسك بوحدك؟ الله يعلي فيه ما يتحرك. يلا نخدموا على وليدك.
الباسبور ديالك. سالي مع السيدة وعندك. قلت لك الباسبور ديالك دغيا. شفت كيفاش تيجي في جيبك؟ ما عندكش الحق تسرى في المطار بلا كسوة. وهذا لاش لعب؟ ما كافيش. وي اش داكشي عاوتاني؟ خداو لي الباسبور ديالي، ما عرفتش شنو بغاو عندي. عرفتي اش غدير؟ دوز عندي غدا ان شاء الله، وغتلقى الباسبور ديالك عندي هنا في المكتب. واخا واخا داكو ميرسي. اجي فين هو الباج ديالك؟ جيبي وديرو سيدي. داكو بونسوار دكتور. بونسوار نجات. صافا؟ فوز الي بيان؟ الله يبارك فيك. نوصلك معايا؟ نو ميرسي، دوي دوز موراي ترونسبور. ولا سي عزيز، لو حتى شي حاجة دوز كوموند محد نجات كاينة هنا. نو ميرسي، بارك الله فيك، نجات قايمة بالواجب. يلا الله يعاونك. ياك ما نسيتيني تاني؟ Vous avez fait un bon voyage? Oui, très bien. Et vous allez où? J'étais à Djerba, je pars à Agadir. Ah bon? Ben, bon voyage. Merci. Au revoir. Ah, le passeport d'Irk. Choukran. L'adresse d'Irk complète? Alors? C'est de la série Kaktanat ou le café d'Irk. وقررت وسط رسمك. ايوا مبروك. انا ندوز لك ادريس المكتب. سير سير اسمي الناس كيتسناك. ميرسي ميرسي بوكو. عندي لك واحد المفاجاه ما طاحش لك على البال. عارفه انا شكون الرئيس المباشر ديالك؟ وشكون اللي حل المصلحه حتى اقتنعت؟ وشفتي شحال قدك ما ترد ليا؟ اللي تمنى خاطر الغزاله ديالي. عرفتي اش تمنيت؟ شنو؟ تمنيت كون ما ردوش ليك داك الباسبور. ياك باش ما تلقى فين تزاق تقول ليا بوحدي. ملي كنت صغيرة وأنا خايفك شي نهار تهرب من بين يديا. ما عندك مناش تخافي، هلا كاين اللي كيفرق روح. إلا فكرت واحد النهار نخوي البلاد غتكوني أنت هي الظل ديالي. غادي نجولو العالم كله نبداو بكينيا، من بعد لاشي، من بعدها كندا. وماما يا خويا على كينيا ولا شين وكندا؟ بارك علينا غير باريس روما فينيس. علاش لا؟ هل يتعلق الأمر بمجرد صدفة؟ أش من صدفة؟ يلا بسم الله. بسم الله. بسم الله. تسمحوا لي عندي لكم واحد الخبار. الله يسمعنا خير. الله يسمعنا خير. سيادتنا قد أصبحت فردا من أفراد الخطوط الجوية الملكية رسميا. ما كنتش عارف. وسيدي هانئ انت دابا ملي صبحتي رسمي. ها ايوا حجه اخرى ضمنت فابور الوالده. فابور. و عندي لكم خبر اخر. عقلت على نجاة. نجاة بنت جيراننا تصويرة. بنت الخياطة ياك؟ بنت الخياطة. جيراننا. وباه اش كيدير؟ كانت عندك في القيس. شكون با؟ لا هي المهم راها معايا في الخدمه. خدمه خدمه ولا؟ انت كنت حشم. ايوا والدراسه ديالك غادي تسلم فيها زعما فكرتي مزيان؟ ساعة مازال ما عرفت. يلا بسم الله الاولى. بسم الله. بسم الله.
دابا شنو دير في القرايه؟ مازال تنفكر، مكرهتش ناخد لا ليسونس وليني هاد الخدمه في لاغام عجبك بزاف. عجباتك بزاف، قول لي الحب الاول علي نعول. يلا نشربو كاس واش تاني. على كمال اللي كان كيقرا مع توفيق في الصويره. كمال ولد بن في الصويره قلت الحاج مداديش. شكون مداديش؟ الحاج مداديش الاستاذ اللي كان كيسكن حدا الطاحونه، الاستاذ العربيه. عندي تصورته وانا غنمشي نجيبها لك. عربني شريت الفيستا. توفيق في القسم، شوفيها هو كي جاك. ويني 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 على خوك شحال كان زوين ملي كان صغير. فين هو؟ ها هو شفتو صغير هو، غادا تزوجي بيه ولا غادا تزوجي بابا؟ وضحكونا معاكم. جيت تشوف راسك شحال كنتي غزال ملي كنت صغير. بلاتي نجي من ظهري. عقلت عليها تريكم؟ لا شحال لبستي في حياتي. مين جاتكم هاد التصويره؟ ديالتك هادي خديتها من عندك. شوف كل واحد فين شاده. بوليسي عقلتي على كمال؟
كمال. شون كمال؟ كمال ولد الأستاذ العربية اللي قرانا في الصويرة. أوي كمال في شدة خدام معايا في المطار. ما كراش كاع نجمعي ولاد التصويرة القدام ونتشوفو عاوتاني. هذا غادي تولي تشوفو ديما، راه خطيبة إن شاء الله. Demandez au bureau des hôtesses, c'est juste là. Merci. De rien. Merci quand même. Commissaire de Matar, je vous remercie. Commissaire? Oui. Un petit chaleur? Je vous remercie avant de voir les mecs de la chute. Bless. Est-ce que c'est Kamal Moudadish. اسميك باك؟ محمد بن عبد الله. أمك؟ حبيبة بنت محمد. اش من تاريخ دخلت الشركة؟ لو 5 نوفمبر 1974. شنو هي المهمة ديالك؟ أجون دو ترافيك. جلس لي. لا خليك ما تمشي للتواليت. جلس بلاصتك حتى يرجعوا لي جابوك. بونجور كوميسار. بونجور. الله يخليك ما لقاش عندك شي معلومات بخصوص كمال المداديش. كمال المداديش هذا الاسم هذا ما داش عندنا. شافوا الناس خارج من هنا. مزيان، تقدري تعطيني سميت هاد الناس؟ لا اسمح لينا مسيو كوميسار، على الحساب هذا كتعرفي كمال. يمكن الا خطيبها ولا صاحبها. لا 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 ديزولي، نجاة مسيو كوميسار هي رئيسة المصلحة في خدام كمال. حتى انا غادي نقول لك مع كامل الاسف، مع اني ما ندير لك. زيد وقت زيد. طلع عندك فروج شويه عليك، وقف تما هاكا. السر ديال اش؟ ديال الدار. ساكن مع الوالده والوليد. هز البوندو حيت حوايجك. رويحة في مس. علاش تشوف عندك بقي؟ بقاو خدامين معاك حنا ولا؟ تحرك اسمك. يا تلق
حيد أوليدي هذاك السليب حتى هو. ها اللبسة وديال الشع قدام أنطقة فهمتي وزير بزايد. واش تسنى تحرك فين شدوك؟ في المطار. ياك تناوي تهرب ساعة وليدي ما عندك زهر وراك دابا في السما السابعة شاد الطيارة مع راسك. ما كنتش ناوي نهرب، أنا خدام في المطار. أنا ها واحد هاكا كيز الطريق تكيف ليا مع راسك، راه هو اللي خليك. ها سير اطلق راسك زيد الصباط شد زيد يلا زيد كلابي يلا الله يثبتنا على الشهادة. نسيتهم والله العظيم. اسمع اش غادي نقول لك انت وحل ودنيك مزيان يلا زيد قدامي وعمرك عمرك تدور راسك على اليمين على اليسار وعمرك تحيد هذيك الباندا على عينيك وما عمرك تطلب يرخفوا عليك المينور. ايه ديفاندي ديفاندي تحل هذاك الدرقوش عندك ولا تنتقب كلمة واحدة ولا راه المشويطة هي اللي كتسناك. زيد تمغط هنا تمغط تمغط هنا وعقل على نمرتك 122 122 غير تسمعها قرطب فرمش عين بغي يلقاك واقف لا نبيل الله يرضى عليك فهم خوك قبل ما يجي باباك. صافي حد ما خوك هادي فهمت صافي هادي دابا نقول لك ما واحد بنت جات سير قول لها تدخل. واش تي ما جاتكم الخدمه غير في الصالون؟ بس الخير الله بس الخير بنيتي لاباس عليك؟ الحمد لله. حاجه حبيبه ما قلتيش عليا وقيله؟ لا بنيتي انا نجات. نجات خدامه مع كمال. شخبارك يا بنيتي؟ لاباس عليك؟ شخبار بنيتي؟ الحمد لله لاباس عليها الحمد لله الله يسلمك والواليد لاباس الحمد لله الحمد لله ياك لاباس. كما شدوا البوليس هاد الصباح في المطار؟ كما شدوه؟ علاش شدوه؟ حتى حد ما عارف علاش. ولي انا في الحبس ويلتي 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 يلا صبروا ما فيك لاباس توكل على الله احنا كنسمعوك ما تخافش. انت مالك ساكت؟ راه دوينا معاك هادشي ادوي ادوي ما عندك بلاش تخاف. شنو بغيتوني نقول لكم؟ كلشي كاع داكشي اللي كتعرف غير المهم ما تبقاش ساكت. يلا وليدي فرغ ديك المزيوده شوف في صالح قصر صوف. هذا باين راسو قاصح. هذا من النوع اللي كيبغي سؤال جواب. واش عرفتي على الاقل علاش نتينا هنا؟ عارف قريت كل شيء في الجرائد. جرائد هي الأقارب على راسو. إيوا
باللي انت عارف وقاري كل شيء، قول لينا علاش انت هنا. واخا اللي في علمي وهاد الاعتقالات كتم اتباع الماركسيه اللينينيه وبالخصوص منظمات الى الامام 23 مارس، ولاني تيقوا بيا بلي ما بقات عندي معهم حتى شي علاقه. انا ما ننكرش بلي كنت عضو نشيط في المنظمه مني كنت تلميذ، ولاني دابا نقسم لكم بالله بلي ما بقى عندي معهم والو، وحتى الماركسيه ما بقيتش كنامن مبادئها. واخا نفرض انك ما بقيتيش معاهم، ولكن ولا بدا عندك شي معلومات اللي خطرت في لونكيت، ما تنساش حنا راه عارفين عليك كلشي. يلا قول لي ما عندك. كيفاش اللينينيه الماركسيه؟ اشرح لينا شويه. واش تتكلم ولا لا؟ عرفوا عليها صافي. شوف اولي، رد بالك مزيان وفكر مزيان، راك غادي تعترف غادي تعترف بالزز او بالخاطر. فين شتا تعطلات اليوم؟ الله يهديك الحاجة، راه خدمتها هي هذيك وقت ما سالت غتجي. مساء الخير. ما غادي تعطينا ياك؟ لاباس، راني كندوي معاك. فين كنتي؟ كمان ما عرفت فين غبر، داهم المطار الصباح. وما تقوليش ليا ما يمكنش يغبر غير هكذا. الحق خوماك انتم اصحاب لارا مزيغينكم ديك ليبيي فابور، يقدر الواحد يبات ما يصبح. شافوا الناس حتى تشد سيتو بلوتو فاق، تقدر تعرف ليا اش وقع؟ اسمع النمره ديالك، جمع الوقفه. انا واقف. يلا زيد قدامي. فين؟ فين؟ في خلا دارك. زيد تفجج. اوكي لي انا فين؟ اديوك زيد تفجج يا معلم. ايوا موجد راسك. اليوم غدوق من القاعه الخابيه، ولا بغيتي نرخفوا عليك راك عارف اش خصك دير. داكشي اللي عارف قلتو ليكم، عندي ما تزيد. عجبها لكم؟ ايوا حنا غنشوفوك واش غطوع ولا لا. لو قديمتك وليدي والقول واش انتقم كلمة واحدة. حيدوا البلطة على عينيكم، حيدوا الفيض، نطفتر، نطف، أرضايا، أتبعي.
بليه عمريو ياك ما جاتك بسلة دابا تولف دابا تولف ايه بشوية دابا تولف ايوا اشرب واشرب عندك شي خبير على كمان حتى شي حد ما باغي يعطيني راس الخيط انا كون سيفتيني خليك بعيدة من داك السطح ياك ما عرف شي حاجة ممكن تعرف شي حاجة غنخبي عليك سمعيني مزيان الوقت راه خيبة وانتي باغي تخرجي عندنا كاملين ما فهمتش ما عندك ليش تفهمي كمال راه دوك الناس اللي باغيين يزعزعوا البلاد وانتي معمرة به راسك انت ما كتعرفش كمال كمال كان الحلم الوحيد ديالو هو يتسرى الدنيا واش دار الدوسير اللي جات قول لي انت هذا كمال اللي تكلمتي لنا عليه انت متيقن كان كينتمي لمنظمه الى الامام نعم سيدي باش عرفتيها حيت هو اللي كان كيوريني المجله ديال المنظمه ملي كنا كنجتمع امتى وفين كانت كتكون هذه الاجتماعات في الجريده ديال لارميطاج هذه واحد العامين تقريبا ما بقيتيش كتشوفو من ذاك الوقت هو قال لنا بانه غادي يوقف نشاطه السياسي عاش من التاريخ بالضبط في ابريل عام 1974 دي هذا هاي الكيان صغيره زينه كان هاي اليهودي النصراني المسلم وكل شيء خدام في القلوب مسلمان الله يرضى على ولدي انت كتعرف ولادي كيفاش عاملين ما عندهمش مع السياسة حتى الكوميسارية عمرو ما وصلها من المدرسة للدار ومن الدار للمدرسة والجيران كل مرة كيعرفوا اللي كاين لهذا ولدي الله يطول عمرك حنا بغيناك تساعدنا وتوقف معنا وتاخذ بيدينا كان الله وعسى نعرفوا بعدا غير فين كاين عودات لي انا جات الحاج غير تهنا اللي في جديره غنديروا ان شاء الله الرحمن الرحيم ياك وليدي كبرين في حومه وحده ياك كمال بحال خوك وليد ما يكون غير الخير قول لي يا الحاج شنو بين ما بانش لي هاد اليامات واش ما كاينش في الدار البيضاء ولا لا هو ها هو وليدي ما بين الرباط وام وزر كيوجد الامتحانات هو وصحابه ما يكون غير الخير الحاج ما طرتيش يلقى امي يمتي ما عندك ما تشديهمش العشاء ما غاديش نخليهم يمشيو الله يخليك الله يعاونكم الله يعاونك وليدي كتعلق بكمال كيقولوا لا نوي بورت كونساي لا دابا ماشي توزن كلامك وتكلم معنا بكل صراحه وتقول لنا الحقيقه كلها قلت لكم كل شيء بقى عندي ما نزيد وبغينا لي ديتاي كل ما كيخصك كيهمنا اجي وبغيتي تسرى العالم كله وياك شكون قالها؟ صاحبتك ولا خطيبتك؟ اه حاجة أخرى نبي خوك فين مخبي؟ في إيمو الزال شكون قالها؟ أمك إيوا شفتي؟ كل شي باغي الخير لهاد البلاد وكيتعاون معانا
علقوه. صافين هذاك الله. يلا ولدي تكلم، احنا كنسمعوا. فعلا فعلا كنت كنتمي المنظمة الى الافهم، كنت في خليه كتاثر الطلبه. واخا شحال من واحد كنتو نتوما؟ ثلاثة. شكون هما؟ شكون هما؟ بغينا اسماء. وتطلق راسك. كان حمداني. واش كتصدع علينا ولا مالك؟ الحمداني هادي شهرين باش مات. عطينا اسماء اخرى. صافي. قلت لكم اللي ما بقات عندي فيها واحد شحال. صافي عفو عليك. السلام عليكم. الله يرضى على ولدي. بغيت نسالك واش عندك شي اخبار على كمال؟ كمال الاستاذ ما طلع لداركم الحاج لوجه الله الا ما عطينا اتساع. راه ما قادينا ولدي على مشاكل. هالعار الا ما عطينا اتساع. زيد تحرك طلق راسك تسربي. تسحب راسك كتسالى ليا في الملاح ياك ما توحشتي السخينه والماحيه. يلا سربي لقميص. السيد عنده تقريبا 50 عام ومكرفسين عليه. دابا تولف. اجي من امتى؟ الى الامام ولا 23 مارس؟ بقى عندي ما ندير بهم بجوج. سمعت باعتقالة جديدة كتم إلى الأمام. شكون اللي قال لك؟ عندك عندك شكون؟ لا مقلبة بكم المرايات. معروض يد العرس ولا؟ أسربي راسك، صاحبك كيتسنى. لا واقيلا نجيب لكم النقافة والعمارية. أسربي راسك السيد، ياك ما نعطيك العكر الفاسي. سربي النواب صاحبك. لاخر راسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أش أخبار سيدي الحاج؟ لاباس عليك. مرحبا مرحبا. زرتنا البركة. سير أوليدي جيب واحد البراد ديال أتاي. تفضل سيدي الحاج. أش أخبارك سيد الحاج بخير؟ الحمد لله ومشكور. كي داير مع الصحة؟ مدلي تفنو وما زارو. ياك لاباس. إيه واش غادي نقول لك أسيد الحاج؟ ولدي كمال. هذه مدة باش غبر. وماشي من عادته. إوا جيت عندك حتى ولدك كوميسير الله يطول عمرك. إلا ما بغيتك توقف معايا دخلت لك غير بالطعيمة والمحبة. راه كاع البيبان سدوا في وجهي ما بنتي لي غير أنت. ما يكون غير الخير. واش أنت ما عارفش بلي راكم فلالس وقدام دولة قوية؟ بالله الذي لا إله هو إلا راكم مغفلون. ما عارفين شي الخطاك اللي ضايق بكم. راكم كتلعبوا بالنار وهذاك اليهودي كيستغل السذاجة ديالكم. انت ديما كتعاطف مع اليهود ها؟ كاين هادشي سي كمال ولا لا؟ وكنت انت هو الشكام ديالهم. فين ما كانوا الدراري يبغيو يمشيو يلعبوا في الملاح انت عاد كيجيك الجوع وكتمشي تشري الشنج. شتي حنا كنعرفوا عليك الشاده والفاده
غير قول لينا كل شيء. ساكن بين الغرفتين ما ترعاشي في بحير لا ولا تلخن خالب ورطلي الدراري صغار كانوا غير كيلعبوا. بالعكس مازال كان عقل هذاك النهار ما عطيت حتى سمية بحال كيف عامل دابا يا ولد الزنا يا ولد الكلاب يا ولد عارف الأسماء كلها وما حبيتيش تقولهم لينا علاش ما حبيتيش تقولهم عارف لاش غدير تكلف بيه طلع هذيك الباندا بخير سيدي الله يخليك التليفون خذي انسومنت كونزي ارتاحي فيه شويه عندي لك واحد النصيحه بعدي على الدار البيضاء تهلاي في راسك يا من عادي تاني بغير سبع بالي تلقى يا في الدار بحال زيد العكس قعد هكاك هدرنا معك المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة هدت قبط الطب يا هما جابوك الخنز اللي ولدك لهاد البيت اللي مزعلك خزيت نعس على جنب الراحة يا لطيف يا لطيف عليك مامر الله أكبر عرفتك تا هو كمال ياك عرفتي فين حنا لا في كوميسيرية الدرمولي الشريف الحي المحمدي بعيد على سينما السعادة بشي 200 متر فيها 150 واحد مسجون أكثريتهم من 23 مارس وفيهم بعض المسيرين ديال إلى الأمام من بيناتهم الشيباني وانت امتى شدوك تقاسم بوستة هي يدار فقارة شدوني نهار تسعود في شهر واحد في الوحصر شحال من واحد قرر غير بالخلعة بلا ما يمسوه ماشي بحال هذاك العطاي ديال ابراهيم واخا عارف محكوم عليه بالمؤبد عطاهم كاع السميات وزعما راه من المسيرين يا حسرة شوف تعرفوك عرفتي شي واحد منهم والله يجي يدوبوك في المنقطع عاودني منك راه شحال من واحد مشى فيها
الله أكبر. صور كيفاش تبدأوا الاعتقالات. واحد النهار هذاك العطاي ديال إبراهيم غادي يسيق الموتور، هو يحرق الضوء الحمر. الله وقفوا البوليسي، قال لي أرى الورق، قال لي ما عنديش، انتهى الكوميسارية. ملي عرفوا الهوية ديالو لقاو روشيرشي، عطاهم كاع السميات والعناوين. قبل ما يكمل الأسبوع كاع المخاخ ديال 23 مارس طيروهم، وحتى إلى الأمام ما سقلوهمش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما حشمتوش ولا بحال ها؟ ما حشمتوش، أنا كنصدر نتوما كتوسوسو عليا ها؟ ها؟ وبقيت تقرا زفت زد دوش ابن الخازة. يلا تحرر زيد، أنا قبضوا النوبة واحد بواحد. شوفوا عندكم خمسة دقايق لواحد تحت الدوش. يلا واحد بواحد تحرر. الدراس وخور لي عيني غادي نقطع عليه اللسان. اللسان مالك بغيتي تقرو حتى هو قطع عليه حناكو. عنتر سكتنا سكتنا البوحات اللي ولدك العبرجي اللي حطك. قرا الموس. علاش الموس؟ علاش وهذوك الصباع مالو حفاولي كله راه غادي نتكرفسوا عليه. وازيدي نتكرفسوا عليه راه خلقوا الله للتكرفيس، راه داكشي اللي كتب عليه الله هو هذاك. فرسك وعلي دخلت عليك بالله. لا اله الا الله دخلت عليك بالله وليدي اللي ما قول لي علاش سبعتوني زاد الله طعام لطيف. اسيدي نعم اسيدي راني بوليتي بربعه باقي صغار ما كاينش اللي دخل عليه متى دخل ديال الخبز. دخلت عليك بالله الا ما فوق حيلي الله يدبر الناس عليك. دابا انت غير تعداو عليك ظلموك مسطين هاد الناس اللي علاش انا ما شدونيش انا؟ كيقلب على واحد السيد يقولوا لي عنتر عد موطور يا ما انا نعم سيدي عندي موطور ياما ودك قدمت فيها شبعوني زلاطو لاني انا راه ماشي عندك. والله الا بقيتي فيا بالله قفلت لي الشهيه الحاج. هو البحط اللي ولدو قالها بقى فيك وناس ناس ناس واحلم باللي راك مع وليداتك بربعه كاع عنده ياما كيقولي بيه وواحد فيكم كان كيكم معاه وراه كيقولوا له عمتك. يا ولد الا ما قلتيش لي شكون هو ماشي نطقطق فيك هاد الفكدي هذا غادي نحسب حتى راه الشكار جوج كاع شفتي في مخك. قلت لك بغيت نعرفو تقوى كاس سيك
بلاصتكم. بين المدار السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارك عليك منك، الله يهديك. غدا ان شاء الله غادي نمشي نشوف ولد الحاج عيسى، وبلاشك غادي نلقى عنده شي خبره جديده على ولدنا. نمشي معاك الى شفنا بزوج يتلاقى فينا ان شاء الله ويشوف من الحال. الله يخليك الحاج، نمشي معاك. عرفتي اش غدير؟ نوب عليا في هاد المهمه، الله يعطيك السر. علاش؟ نعاودك من بعد. واخا صبيه شوف دم من خلص القاعه بالك بقوله. الشاب المغربي فقدان زعيم من زعمائه السياسيين ورائدا من رواد الحركه الوطنيه، كريم حيدي من تمارك الدرقانه، علمائه الاجلاء ومفكرا من مفكريه البارزين، انه المرحوم الرجل العظيم علان الفاسي وخكر الكل كينتقد المانيه. انا اللي مبغيتش نفهم ليه هو هاد الناس هادو كيدافعوا على التعريب، وهما الاولين كيصيفطوا ولادهم لاكبر المدارس الفرنسيه بحقوقنا الصحه والمشروعات. جاك السكس ديال المقدامي زيد تبارك الله، الله يعطيك الصحه. ايوا كولوا ديال الماكله عاودي يا وليدات، اليوم تاكلكم على الكاسروطات. لا والله ماشي بحكمه نحو تحقيق هدف عزيز على المغاربه وهو تحقيق الاستقلال. وقد تعرض سمعتكم ثاني تتهضروا على السياسه لمشاق السجن والتعذيب. ها وليدي دوها في سوق راسكم ودوها في قرايتكم في مستقبلكم تصميما على المضي وتفرقوا مع هذا الصداع. دابا هادو اللي كيديروا السياسه قبل منكم طفروا الله يهديكم، راه غتجروا على البلا على راسكم. عطي الدار راه الدار باب القهوة. Thank you.
سيدي وإنني إلا غنغي هاتي دارون ورسين غماني سيفتاي جلاي غنغي أنت جدرت أسان ويرحم ربي الوالدينك زراتي إنني إلا نغيد الحشوم ويرحم ربي الوالدينك روي نعم سيدي نعم سيدي وخص توفان تصافيه إلا غي إننا جديد سيدي لا 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 هيتا نشوفو شي واحد يفهم الشلحة سيدي أجي سيدي عمزي وعلاش السلام عليكم نخليك اخويا هاد كبير وفهمتي هادشي من هنا مكتب رقم 3 دوزو لي وقت اخر ان شاء الله خلونا ندخل عند الكوميسير كون راه تحل المشكل عقل ديال الحجه نهار جينا من الحج تلقنا مسكين وما خلانا كاع ناخذوا النوبه مع الناس تبع الباسبورات وعطوه منا على برا الله يجزيه بخير صافي راخلي صافا صراحة اللوكا ديالك ما عجبنيش فشي شكل علاش ما بقيتيش معاهم سمحت في كل شيء حيت بغيت نسترجع حريتي عندي كنت طالب كنت جد متحمس لفكرة تغيير العالم من بعد اكتشفت بلي هذه مهمة أكبر منا كاملين كل شيء حتى بغيت نعيش حياتي كيف بغيتها كنت ظن هذا من حقي شكون اللي قال العكس هذا من حقك اولا الواحد خاصو يبني حياته يبني داره ما كاينش المشكل فين هو المشكل بالحق خاص تبرن على كلامك وتعترف قدام المحكمة وتقول لهم هذوك الشيوعيين ديال الويل هما اللي استغلوا السذاجة ديالك وبلي كل شيء اللي درتي غلطة ديال الشباب ومن جهتي أنا غادي نوصي عليك الحراس يطلعوا فيك مزيان ويعاملوك معاملة مزيانة أيوا واش اش دار لك لا ما نقدرش امسيو الكوميسير فكر مزيان انا من جهتي غنبدا الخطوه الاولى وغادي نخرجك من هاد لا شومبر نوار راح
مرحبا بسي كمال، انا علي. ما يمكنش حتى انت هنا. اهلا سي كمال. يا كاع الرفاق هنا، كيف دايرين على الشباب؟ صافا. انت ما بقيتيش في المنظمة، علاش شدوك؟ هادشي على برا، اما هنا بين يديهم مازال غارق فيها حتى الودني، ولاني انا معاكم حتى الاخر مطاف. الابره راح نكتبناها وشي ما كاين. احيانا على وليدي ما عرفت فين غبروا، عرفت فين جلوا لي. كظهر لي بنيتي وقيله نمشي نشوف واش شوافه. واش عارف بلي اختك نجاة هاد اليوم ولات كدوز بزاف في الدار كمان وصوم عندو؟ شنو كيدير لك؟ ورد بالك انا راه نقدر نغطي عليك، ولكن راه كاين اللي باغي غير من ندوز لك. عارف كيفاش تصرف؟ طلعوا شويه دوك الفاندات، هما جايبين لكم طحن جوع. البارح سرقوا جوج وشافوا ثلاثه، الملك ساود راه قتلو، واحد الطيف راه مات. مسكين عبد اللطيف، كان مناضل ديال النفس. كنت كتعرفو؟ من المؤسسين الاولين ديال الى الامام، كان استاذ ديال الفلسفه. تدريسه كرس وقته كامل ومنظم، ومن فوق هادشي كان شاعر. عينان ها هنا تكتبان الغدا قصيدة شمس كأكوام ورد. سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في دافئة المنى، ونرجع لما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا. سنرجع يوما إلى حينا ونغرق. ولدي من زو السنة ما زلت ولا رقنز ولا الدنيا تنسقيها. صباح الخير يا بنيتي. يا مرضى يا مرضى لك من الصبح ربي. شبارك يا سيدي؟ الحمد لله الحمد لله. عندي لكم واحد الخبر كتفرح. تلقوهم؟ لا ما تلقوهمش، وإني سمعت بلي هاد اليامات غيطلقو شي وحدين. يا ربي يكون كمال معاهم. من فمك الله بنيتي. متنا هنروك سينا متنا. افروخ تفوخت
فوغت يوي مي فوغت هو مازا سولترين نحمس تي ربي نشكي راسك اللي سمع النمره ديالو يدوز هنا 105 132 112 فين غادي ماشي 112 رجع للحمارة تمك رجع البلاص 149 180 قدر 29 ما كيناش 49 في الحاجة ما كيناش النمرة 159 159 112 132 الله تقعدوا علم الله علاش مقاوم دراري راه شفت الحاج يعطي لشي وحدين حوايجهم يمكن لا غادي يخرجوا على زهر عندهم عاك بيبيتك ها السروال يا سير اوليدي تاني دير شي فعل واجي فهمتي يلا سير در الكمارت ما قلت لكم شنو لقيت في الكولوار اسمع اسمع هادشي راه مهم تحديد صيفو يوم 15 أبريل 1975 بعد 3 عقود ديال الاستعمار الامريكي والفرنسي قدرت القوات ديال الفيتكونغ تتحكم في سايغون شوفوا عيب طلع الشعوب كيفاش كتناضر وكتتحرر من العدو اش من عدو امريكا هاكا الحاج عيط الاخر 132 زيدنا حيد ديك الباندا بعد على عينك حيد ديك الباندا صافي انت دابا راك تولدتي من جديد كانوا يقراوك طلبوا التحي شد البس القميجة احويجك اسروالك يلا وليدي سير لداركم وعاودني منك عاودني منك لا مشيتي تا جيتي هاد الخطره راك مشيتي فيها لاباس عليه وراه كيبلغ لكم بالسلام هما ما جاش معاك غير ما تهوليش المهمتي راه قريب غادي يخرج ان شاء الله بصح السلام عليكم على سلامتك ولدي على سلامتك على سلامتك الله 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 على سلامتك ولدي جلس 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 ولدي ما تكذبش عليا ياك ما مات خلاص الحاج انا على الشيطان الله يهديك الله يرضى على ولدي لما قلنا الحقيقه ما تخبي عنا والو واش كمال حي ولا ميت يلاه تفرق سماه غير هذا الصباح الحاج الحاج على الشيطان لسه عندكم قبل ما نمشي نشوف مولين الدار وهذا كان هو الطلب ديال كمال بارك الله فيك اخويا العلي خطي كمال راجل وكيخصكم تفتخروا به الله يرضى عليك اولدي والحمد لله حتى انت على سلامتك انت كتشوف مسكين الحاج الحاج على الشيطان نوضي نوضي واش جينا شي حاجه نوضي خليني خليني جمرات ولدي خليني ولا قوه الا بالله واو 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 فين اللي جمع عليك هالنيا واه يا صينيا هذا الغوات ديال شي واحد حماق عرفتو شكون عرفتي فلوسي واحد من المسيرين ديال 23 مات حتى انت غادي تلقوك كمال باش عرفتيها بين اللعنة محمد عطا سميتك وانت عطيتي سميت عبد الرحيم يعني بقى صغير لبسك باش تخرج عفوا بنتي لما تاكلي شوية عتقت لي راسك ما تبقيش تحطي راسك في دار كمال تفهمنا فقال لي كنت عنده هاد الايام واش ما عرفتش بان هادشي خطر عليك وعيب الله راه
غنمشي نقدر تخرج على بلاصتك عليا عباد الله. خايف على راسك ولا خايف عليا؟ شوف ما تشغلك فيا، انا حره ندير اللي بغيت. كيفاش ما تشغل فيك؟ ما كتسمع حد مني؟ بركة عندنا مصلحة، راه باغيين تقتلوني. حرام عليك، هادشي اللي فيها يكفيها. صافي بنتي، صافي سمعي، صافي صافي صافي، شوفي فيا سمعي، ما تبقاش تمشي لدار كمان ونوعدك ان نلقاها لك في كل بلاصه. تم شهور هادي دازت وباقي ما درتي والو. مالك خايف؟ شد سنينة، تلك سنية خير ولا بغريرة؟ بركة زيد، ما تال حاجة داك السير الله يحفظك. زيد خنزل لي ولدك. زيد أرام تال حاجة. زيد أنا زيد، ممكن نقرأ؟ واش غادي تسني ولا غادي نقرأ فيك حسيفة؟ زوينة هادي، ما يقرأ يقول لك تصحاب راسك في السويد ولا؟ أحمد الله اللي خارج من هنا يا حي، شحال من واحد زهقات روحو، شحال من واحد دوبوه في المنقاطع. باغي نقرا يقول لك تسني على شي حاجة ما عارفهاش. أسي حنا راه عارفين علاش غادي تسني، واش غتسني ولا لا؟ إيه غادي تسني ولا ما عجبك شي حاجة ولا عليك المحكمة. زيد تسنينا لا يعرف علاش كنديرو. يلا زيد الحاج، المينوطات عافاك ما تنساهمش. زيد انت ياك ما انت باغي تقرا ها؟ يلا زيد تلق تلق راسك انت. السلام عليكم، انا وفيت كنت يا لالا، هاني لقيتو ليك. هاد اليوم تنعرفوا الحبس اللي غيكون فيه. وشفتيه؟ لا ما شفتوش وما عرفتش اكثر من هادشي. انتوا شايفين غادي نقلعوا الموت؟ لا با والله ما عرفت فين. المهم هما بخير. الحمد لله بخير وعلى خير. ايوا الحمد لله. اش انت في غدا جلسي الله يا كان شديت فكرتي. ايوا انت وفي فكرتك هي عندك الحق وليدي الله يرضي عليك. اش انت ما عندك فين تمشي؟ شوف هذا ولدي، هذا الباش تقسم انا شدوني طويل. الخوت حنا راه ما سخينش بكم، وقيلا نتوما سخين بينا، وإلا سخيتوا بينا حنا راه ما نسخاوش بكم. بعد ما ولينا عائله وحده، واخا ضربناكم راه ما نخليوش من يضربكم، راكم خوتنا وحبابنا ولادنا. كاين هادشي الحاج معلوم كاين. الله يا ودي الحاج شبك ياد القار والله يعفو عليك. هذه فلوسك عندك أولدي، ياك بعدا كاع خديتو فلوسكم ياك ترفحتو الحاج. نعم دخلناكم الله إلا ما جيب له واحد بكيت القارو. نجيب ليه بكيت القارو؟ لا هو غادي نجيب ليه كيف اللي غادي نجيب ليه مزيان على القارو الحاج. نعم دخلتك غير بالله إلا ما جيب ليه القارو بالحق. فافوريت فافوريت ما نفوتها. ما كاين مشكل الحاج. اش من حبس غادي يديونا؟ غويلة غويلة. قول لي الحاج، واش القضية ديالنا تكلمت على الصحافة؟ الصحافة والجرائد، هالعلم، هالمحرر، حتى الإذاعات الوطنية. ما عندهمش علاش يحشموا، شبعوا فينا سليخ وباركين يرطبوا معانا. كنعرفوا بعضياتنا مسيو الانسبكتور. معلوم
دوزنا جميع 8 شهور تقريبا. لا لا كنعرفوا بعضياتنا مزيان ومن زمان. عرفتي يا كمال ما كانش عندي اختيار ياك. سير خلط على صحابك. سبحان الله من صغر كنت كيعجبك تجلس وتقابل الحبس اللي في وسط البحر وانت جيتي لي قال تيستا. هنا ما كاين لنا مسياله والو حق غيجيبوك لسان كيطوال احلو بالله اللي ما بقى فيها لا الحاج ولا ميدان الحاج. شكون دخل فيكم الحاج؟ اقصد ربي ايمن خويا علي. علي علي صديق. ها صديق معاك هنا. لا 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 ما تضربليش ما تضربليش يا مال. لا الحاج ما يضربليش. لا الحاج بعد مني بعد مني الحاج. لا ما تضربليش لا ما تضربليش مني. ما بغيتش منهم ما بغيتش منهم ما كاينش. مصطفى 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 انت يلا معي نشوف المدير. العزيز عائلتي العزيزة بشوق كبير ولهفة أقبلكم وأرجو أن تكونوا في صحة جيدة وأحوال طيبة. صحتي جيدة سوى بعض الوعكات التي تنتابني من وقت لآخر. لقد كنت قلقا على ما قد أكون سببته لكم من إزعاج خصوصا لوالدتي التي أتمنى أن تكون في صحة جيدة. لقد سمحوا للعائلات بالزيارة كل يوم خميس فأرجو أن تزوروني وتكاتبوني. وفي الأخير أبعث بسلامي إلى كل أفراد العائلة والأقارب والأصدقاء وأرجو أن تكونوا في أحسن حال وتكون زيارتكم لي في القريب. ابنكم المخلص كمال.
درنا لك واحد الكفيفه فيها كاع داكشي اللي بغيتي، والا احتاجتي شي حاجه اخرى قولها لينا بلا ما تشدوا راسكم، راه ما خسرني حتى حاجه هنا. شوف اولدي غير صبر، كون راجل كون راجل اولدي كون راجل، هادشي كله غادي يدوز ان شاء الله، غير صبر. يلا براسك اولدي، راه ملي سمعتهم داروا في البال داك حنا على عيني الكل، وانا تاني تمنيت الامانه وتبقى انت بعوينات وليدي. انا نجيب لك شويه ديال المخبشر من وخبيزه ديال الشعير والقواره في الترموس سخونه. شوف اوليدي ما خصتك شي حاجه قولها ليا. المهم عندي انا وانتم تكونوا بخير. سلامة يا رب مرضى. كوس كوس أكلي الصرف حربي أكلي تسلم على السلام وكان ردي تفهم. هاي 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 كمال مدرج صديق أنا. محمد بن محمد ما كاينش، راهم في لاكوغ الاخرى. مصطفى مصطفى سيكتب عطيني التصويره خليني على خاطري. مصطفى ثاني تسوي ستة يلا شوية 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 نعطيها لكم اللي بعد نعطيها لكم اللي بعد شوية ستة شوية 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 يلا عطيني يلا عطيني مصطفى يلا يلا واحد واحد ستة يلا كلمة كلمة هو كلمة واحد ايوه ما تقلقنيش يلا فوالا ميرسي. منذ أن علمت بسبب اعتقالك زاد حبي وعشقي وتقديري لك، اشتقت إليك كثيرا، فصورتك لا تفارقني أيا كنت، بل حاضر حتى في أحلامي التي أصبحت كلها كوابيس لعدم وجودك بقربي. لكني أعاتبك بعد الشيء، لم أفهم جيدا تلك النظرة القاسية التي وجهتها إلي يوم زرتك في السجن. وفي انتظار لقائك أبعث إليك بآلاف القبلات، أحبك كثيرا نجاة.
فعلا راني درست الميثل ديالكم من جميع الجوانب ديالو، ولكن مع كل اسف ما نقدرش ندافع على هذا الملف هذا، ولهذا سنطلب منكم باش تشوفوا محامي اخر. ما يمكنش يا وستر، ما يمكنش تخلى علينا هكذا. زعما انت ديما كتعمل معنا، وفي ما كتكون عندنا شي قضيه كنجيو عندك. الله يخليك، ما تخلاش علينا خصوصا احنا في هاد الظروف. مع كل اسف لله راه ما بقاش نهائيا في امكانيتي باش نعمل شي حاجه. تفضل. انا الاستاذ بن عبد الرحمن، كلفتني العائله انا والاستاذ حمد بن الكاس باش نعزروك وندافعوا عليك. الاستاذ حمد بن الكاس غادي يتكلف كل ما هو اداري، اما المرافعات فانا اللي غادي نتكلف بها. واش متفق؟ متفق. ولا سي كمال، واش كيعاملوك مزيان عليك؟ انت استاذ ادرى اكثر من اي واحد. عارف عارف. الاشكال اللي كاين هو هنا ما كيتيقوا غير بالمحاضر الكتابيه ديال الضابطه القضائيه. والاتهامات اللي في المحضر اللي كيتعلق بك خطيره وخطيره للغايه. كافيه باش تأدي بك المؤبد. الله سيدي صبر. زيارة انتهت. صبر وراه ما يكون غير الخير ان شاء الله. شكرا سيدي. نجاة شوفي كيهضروا على كمال وصحابه. يدخل المضربون عن الطعام اليوم العاشر على التوالي، الا ما كلاوش غيموتوا. ملي كيقتنع الواحد بشي حاجه كيدافع عليها حتى لاخر نفس. وعلاش كمال مشدود؟ مالو قاتل ولا خاوي؟ كمال دار كثار من هادشي، كان باغي يقلب اسفار عليها. اضراب عن الطعام لاجل غير محدود. ماشي هادشي ماشي بزاف. تيديروا لنا كاع داكشي اللي طلبنا ويحدوا تاريخ المحاكم ولا ما حدوهاش؟ يضرب حتى الموت. كونوا ما تهولوش على كمال. الحق يبان يبان، الحق يعلو ولا يعلى عليه. يلا حبيبي داري لي خاطري كل شويه. ما عندي منين يدوس ولدي كمال، 17 يوم هادي ما دقنا ما بغيتيني ناكل. لا حول ولا قوه الا بالله. الراي العام في جانبهم، الصحافه مساندهم، والناس بدات كتكلم. دابا الضغط جاي معنا برا. راديو لندن هذا الصباح اكد على قضيه الاضراب. يا من أتيتني بغير سبايب عليك مثل قوي مليح في الدرب حال كذب عليكم قتلا غير سلي الإدارة إلى حطوا لي فتحوا لي محمد غادي نضربو طول عاد. علاش لا جمال؟ علاش لا الجمل محمر وسطو حولي صايل عشف معي Thank you.
واش غادي ناكل؟ هضر صاحبي راه يبرد لنا الماء في الكبي. تكلم هضر قول اش كاين. وربحنا المحاكمة نهار 3 في شهر 1. نزيدكم غادي يبدلوا لينا ديك الماكلة الزبل اللي كانوا كيديروا لنا، وعندنا الحق في ساعتين تشمش في النهار وما بقيش غادي يقلبوا داك التقلب لها ما جي في السيلولات. أديركم الطحجير. الله يخليك إذا ما حاول تقدهم وترد فيهم ما يتشاف من هنا الراس العام. أود في البداية السيد الرئيس أن أركز على دفع شكلي بالغ الأهمية، وإلا ستكون هذه الجلسة منعقدة في ظروف غير قانونية. القانون يفرض صراحة السيد الرئيس أن الجلسات والمناقشات يجب أن تكون عمومية وعلنية. اللهم إذا استثنينا هذا الكم الهائل من رجال الأمن الذين يملؤون هذه القاعة. وأضيف سيدي الرئيس أن ضيق القاعة لا يلائم حجم هذه القضايا المعروضة أمام أنظاركم، وأنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون عقد هذه الجلسات في مكان أرحب. أستاذ هذه القاعة اللي كتقول ما صالحاش راه صالحة وأبواب مفتوحين. أرنا المتهم الأول. أنا سيد الرئيس كان في كل هاد الاتهامات. هاد الشيء كل شيء اعترفتي به وبدون ضغط. أنا سيد الرئيس بشر والبشر ضعيف، والضغط اللي تمارس علينا خلانا نعترفوا بهذاك الشيء اللي بغاو. رجع المكان ديالك. رجع. شكرا سيد الرئيس. سمسفر قلقولي اش كتقول في هاد التهم الموجهه لك؟ سيدي الرئيس اللي بغيتي ديره ديره. سيد الرئيس اؤكد لمحكمتكم الموقره ان موكلي هذا مريض نفسانيا، لذا التمس من جنابكم وللتو اجراء فحص دقيق من طرف خبير محلف. انتوما كتقولوا هذا احمق، احنا غادي نسولوه واش انت فعلا احمق؟ ها؟ سيدي الرئيس كنظنش محال. طلب مقبول. رفعت الجلسة. عندك للا 44 في الكتف. اشوفكم. عمرك ما بقيت عدلي باب المحكمة، واش بغا تخرجي عليا بسبب الكذب ولو تابعني فين ما مشيت؟ خزيت غا تفيغ فوتر. عفو ولدي الله يرضى عليك. هاد الأعصاب خلينا هنا. عفو ولدي. ولا كمان صاحبي خدام في الهرام وديما في الايروبور، اش ما عرفتيش الخارج وتهنيتي؟ تحمار تو سامبلومون نخليها له وخلاص. تصور الباسبور ما كانش كيحيد نجي والبيي بريسك فابور. اش صاحبي فكرني انا واش بغيتي عندي؟ توت. ايه يا دابا انت كنتي تكون في باريس شانزيليزي مولان روج. شانزيليزي مولان روج. مرتكب تحت شي إجرام، والجريمة اللي ترتكبت في حقي هي اعتقال بدون إثبات التهمة، زيادة على التعذيب والتكرفيس اللي تعرضنا له. أنا ما طلبتش منك التفاصيل، جاوبني بيه ولا بلا. اسمح لي يا سعادة الرئيس باش نفسر لمحكمتكم الموقرة جميع المعطيات وبالتدقيق. تا
تنظن بلي من حقي باش ندافع على نفسي ونفي جميع التهم اللي تتوجهها ليا. رجع للمكان ديالك، رجع للمكان. كنعترف بانني كنتمي لكاع هاد المنظمات اللي ذكرتو، ولكن سمح لي السيد الرئيس بواحد الكلمه. انتم داخلين في لعبه ما عندها حتى علاقه بالعداله بالمعنى الحقيقي ديالها. سكوت. وتتحكموني هنايا لانني كندافع على افكار الحريه والمساواه والخبز للجميع. هبطوا لك. سكوت. عار سيد الرئيس، والله عار ان محاكمه في بلادنا تدوز بهذا الشكل هذا وفي هالظروف. منزلتكم السيد الرئيس ومرتبتكم كتحتم عليكم انه تتصفوا بواحد النوع ديال التوازن وتكونوا مناصفين للغايه. توضعوا اسئله على المتهم متفقين، ولكن عطيو المجال، عطيو الحق انه يدافع على راسه، خصوصا وان التهم موجهه اليه تهم خطيره وخطيره جدا. سكوت. واش عرفتي استاذ اش كتخرج مع فمك؟ راك وليتي كتكلم بحال المتهم، راك دخلتي لديك الدوامه ديالهم اللي ما غتخرجش منها. استاذ هاد التهديدات لا جدوى منها، من النهار اللي بدات هاد المحاكمه والمنزل ديالي مراقب ليل نهار، والهاتف ديالي موضوع تحت التصنت، جواز السفر ديالي خداوه ليا، ولكن كل هذا لا يثنيني من ابقى بان ان ابقى صامدا ومدافعا على حقوق المستضعفين واللي كيبغيو الخير لهذه البلاد. اسمح لي سعاده الرئيس، كنطلب دقيقه صمت ترحما على الشهداء. واش كتصحابوا راسكم في مقبره؟ اشنو هاد الفوضى؟ فاشيست. شكون اللي قال فاشيست؟ فاشيست. شكون اللي قال فاشيست؟ فاشيست. فاشيست. واش قال فاشيست؟ صافا. انتي صافا؟ شويه اسمح لي ماكش كنقدر نجي نشوفك، الدنيا برا مقلوبه، البوليس مراقب كلشي على اعصابو، ما تقدرش تخلي شحال هاد الدبونات عطاونا لوتوريزاسيون. معليش ما كنحافيكش، اسمحي لي الا شقيتك معايا. خلاص اش من شقا، توحشتك، ما تقدرش تخيل دابا انا شحال فرحانة، حط بوك ياك. كمال، اش ديك الشوفة الناقصة درتي فيا ديك المرة فجيت نشوفك؟ كمال سير دوبلي، إلا كنتي كتبغيني قول ليا كلشي. عرفتي شي واحد من هادوك اللي كيعذبوك؟ تعرفت على واحد من ليزانسبكتور. شوفي يا نجاة، حتى انا توحشتك وبزاف. الوقات اللي كنت كندوز معاكم اللي خلوني نتحمل هاد العذاب اللي داز عليا، كنت كنتذكر كاع اللحظات اللي قضيت معاك، وفي نفس الوقت كنحاول ننسى كاع اللي فات. خصني نوجد راسي للمحاكمة، معركة مازال مسالات ونقدر نبقى هنا بزاف. ما يهمش، واخا يشدوك 6 شهور ولا 6 سنين أنا غادي نتسناك. عرفتي كيفاش خديت لوتوريزاسيون؟ الوالد ديالك قال لهم أنا خطيبتك. لا نجات، تقدر تكون أكثر من 6 سنين، وغادي نتكرفس عليك إلا قلت لك تسنيني. مازال صغيرة زوينة ذكية، شوفي لك شي ولد الناس اللي يقدر يساعدك، ولا ما كنتيش مقتنعة
Fais-le pour moi si tu m'aimes vraiment. ماما اش بكم مثل يا خدام فاتو فات؟ ما عرفتو علاش مالك اش عندك؟ واش ما بغاش تعرفي اش واقع؟ عرفتك خدام درب مولاي الشريف، عرفتك انت اللي تكرفت على كمال، عرفت كل شيء. اللي ما عرفهاش هي المصيبه اللي تغمشي فيها بزبتك ولا كيما غنطلعوا فيها كامل. طب حتى حاجه فين؟ لا حاجه يا لطيف يا لطيف يا لطيف. غير الخير غادي نقول لها غير واحد لافاج ديال الصوماط ما تخافش ميكون غير الخير ان شاء الله. سمعت بلي هاد الليلة غادي يحكموا على هاد الشبان مساكن. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم جلالة الملك، إن الأحكام التي نحن بصدد إصدارها والتي تخص المتهمين بالمس بأمن الدولة ترتكز على البنود اختصار أستاذ. تفضل صرح بالحكم. بالسجن المؤبد على الأشخاص الآتي أسماؤهم: مصطفى القولي، علي الربيعي، الخضر منير، وبالسجن لمدة 22 سنة على كمال مديدش وقاسم خليل المكنى ببستة. وبالسجن لمدة 14 سنة على الرجراجي سعيد المكنى بعنتر. رفعت الجلسة. غدا سنأتي ولن نخلف الموعدا، سنأتي ولن نخلف الموعدا، فهذه الجماهير في صفنا ودرب النضال يمد اليدا، ودرب النضال يمد اليدا، ودرب النضال يمد اليدا، سنشعلها ثورة في الجبال، سنشعلها ثورة في التبان، وفي كل شبر سنجعلها نشيدا يجدد روح النضال، نشيدا يجدد روح النضال. رب إن هذا منكر شائرة لدى رفاق لقاء غدا، سنأتي ولن نخلف الموعدا، فهذه الجماهير في صفنا ودرب النضال يا
مع سيدي كان في قبيله وحكموهم من بعد ما تحكم وصل القنيطره. وصلنا له الخبر مشى للقنيطره مشينا عنده مدينة كل الاربع كل اسبوع تنمشيو للزياره نوبا يقطوا منا الماكله نوبا يردوها لنا نوبا ندخلهم في اوسين نخرجهم في اوسين نصيبوا ماشي على خاطره. وحنا عشنا 14 عام ونص وحنا عايشين في هذه الحاله وحنا تنتمنى شي نهار فاس يكون هذاك النهار. حتى واحد النهار كان العيد الصغير ديال رمضان حنا جالسين مع الصباح وهو حتى دخل عندنا والحمد لله ونصطنا وكان نهار كبير لنا ولعائلتنا وكل شيء الحمد لله اللهم لك الحمد. بغيتي الإهداء؟ نجات